أعزائي طلبة المرحلة الثانوية بمدرسة حمد بن عبد الله صف 11 متقدم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بداية مراجعات الفصل الدراسي الثاني من خلال النافذة الإلكترونية قناة حمد بن عبد الله، ونبدأ بمراجعات الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني بأول موضوع اللي هو الوحدة الأولى الخاصة بموضوع الدوائر functions. كيفية تمثيل الدوائر وأول دالة خدناها في صف عاشر لو فاكرين الدالة الخطية اللي هي linear function. linear function الصورة العامة حد فاكر شكلها؟ ممتاز. y بتساوي ايه؟ قال لي ايه اكس يا استاذ زائد بي. نشوف الصورة العامة فعلا أحسن. الصورة العامة للدالة الخطية هي y بتساوي ام اكس بلس بي. بتبقى عبارة عن فيها الاكس باور 1 في عدد مضروب في الاكس زائد بي عدد من غير اكس. طب نشوف ايه مقصود بالام ومقصود بالبي. قال لي الام هي اللي تمثل عندك السلوب من الداله الخطيه، خط الداله الخطيه تبعد على خط مستقيم. طيب منها اللي هو ام ده السلوب بتاعي الميل. طب والبي يا مستر؟ قال لي الجزء المقطوع من محور واي. يعني ايه جزء المقطوع من محور واي؟ لما برسم الداله هو قطع محور واي عند انهي نقطه؟ هي النقطه دي بي. نشوف سؤال نرسم فيه دالة خطية ونبتدي نشوف خواص الدالة دي. ارسم الدالة y equal to x plus 1. قبل ما نرسم الدالة يا شباب عايز واحد يقول لي الاسلوب هنا كام؟ الميل هنا كام؟ ممتاز. عندي الميل هنا 2 والجزء المقطوع كام؟ 1. يعني لما اجي ارسم الخط لازم يمر على النقطة 1 في محور واي. طب ده بترسم ازاي اساسا؟ بسيطه جدا، احنا بنعمل جدول باي طريقه ترسمه؟ ممكن ترسمه عن طريق الميل. انا هرسم لك بالطريقتين. نبدا بطريقه ايه؟ الجدول مثلا. بنحدد جدول نحط فيه قيم الاكس واي. عندنا اكس واي، بحدد قيم الاكس من عندي انا، بس طب قيم صغيره سهل عليها السؤال اللي هو نيجاتيف 1 مثلا و0 1. واحد يقول لي لا ممكن اقعد 0 1 و2 ممكن. ممكن 1 و2 3 ممكن، بس ما تكبرش الارقام عشان تسهل عليك بعد كده تعمل ايه؟ تحسبها. فبيجي نحسبها عندي الجدول اهو وعندي الفانكشن اهي، برسمها ازاي؟ او اجي احسب الارقام دي ازاي؟ عايز احسب الواي. اول حاجه عندي اكس بكام؟ نيجاتيف 1، اقول له 2 بالحاسبه، اقوم جاي كاتب 2 وافتح كوس ماينس 1 ضرب ماينس 1 بلس 1 هيديني بالحاسبه ماينس 1، اقول له ماينس 1. وهي بنفس الطريقه دي كده ما بغيرش الايه؟ في الحاسبه الا الرقم اللي داخل بس مكان الاكس. يعني مره عوضت مبني النيجاتيف 1 عوض المره الجايه وهي كده ارجع بالسهم بتاعي لغايه ما اوصل لايه؟ زيرو هيعطينا 1. عوض الرقم اللي بعده اللي هو كام؟ 1 هيعطينا 3. وابتدي احط الارقام بتاعتي. بعد ما جبنا الواي ابتدي نرسم الشكل البياني بتاعنا. نرسم الشكل البيانات. نبدا بالاكس الاول نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، اقول له نيجاتيف 1 اكس اهي وعندها هنزل عند نيجاتيف 1 لمين؟ للواي. ادي اول نقطه 0 1 0 1 1 و 3 اقول 1 اهي للاكس و 3 اطلع عند ال 3 لمين؟ للواي. وابتدي اوصل النقاط دي بالمسار بتاعتي، ما توصلش بايدك. الداله الخطيه يا شباب خط مستقيم، تبدا توصله بايه؟ بالمسطره، اوعى ما توصلش بيدك. واعمل هنا من هنا سهم وهنا سهم، ابتدي ايه؟ اشوف الفانكشن دي. كل اللي خدناه من رينج او مجال اللي هو المدى او مجال او تزايد او تناقص او داله زوجيه ولا فرديه هيطبق على الداله الخطيه الموجوده عندي. بيقول لي ان الرسم اوجد فترات التزايد والتناقص. انت تبص على ايه؟ انت ممكن تجيبها لك من الجدول. ازاي من الجدول يا استاذ؟ اقول اهو كل ما اكس هنا عندي سالب 1 بعد كده 0 بعد كده 1، احنا بنزيد ولا بننقص؟ بنزيد يا استاذ. طب كل ما بنزيد الاكس هل الواي بتزيد معاه؟ نشوف كده عند اكس سالب 1 ماينس 1 يدينا ايه؟ ماينس 1. طب عند اكس 0 اكس زادت واي بقت 1، واي زادت ولا نقصت؟ زادت. طب عند اكس ب 1 واي بقت ب 3، يبقى الداله عندي بتزيد ولا بتنقص؟ داله تزايديه مفيش فترات. بيقول لك فترات التزايد والتناقص، اقول له الداله
تزايدية. من فين لفين؟ أول ما هنا السهم بتاعي ماشي على طول هنا كده، كل ده خلي بالك التزايد التراخص يبقى على إيه؟ على قيم إكس المجال بتاعه. أقوله من هنا جاي من إمتى؟ من ما لا نهاية، زي ما لا نهاية. ورايح هنا فين؟ أقوله سهم نفس الكلام إلى ما لا نهاية، يبقى نفس الكلام هنا من الآخر ما لا نهاية. موجودة من سالب ما لا نهاية، أو ساعات بنسميها آر. اللي هي الأعداد الحقيقية، جميع الأعداد الحقيقية. طيب بعد ما ضربت زائد التراقص طالب مني المجال، المجال اللي هو احنا اتفقنا ان هو مين؟ قيم اكس. هل في قيمه الاكس هنا ليس لو جينا نعوض بيها مش هتدينا قيمه فيها الواي؟ او ادانا غير معرفه فيها او غير موجوده؟ لا يا استاذ، جميع قيم اكس تعتبر هي تخلي قيم ادانا نفسها قيم او معرفه عنها. طب استاذ بقول من فين لفين؟ اقول له نفس الكلام، من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، أو ساعات بنسميها برضو آر أو الأعداد الإيه؟ الحقيقية. تعالوا نشوف الجزء اللي بعده ضرب إيه؟ المدى. المدى إحنا اتفقنا إن هو يقصد بيه أو يختص بيه اللي هو قيم واي، يبقى المجال حجة الإكس إيه؟ المدى حجة مين؟ الواي. المدى هل أنا خدت كل القيم بالسهم ده كده؟ خدت كل قيم واي المجاورة؟ آه. طب السهم اللي هو نادي تحت، هو نادي تحت كده بياخد كل قيم الواي السالبة؟ آه مفروض. يبقى بداية عندي من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية زي مين؟ زي المجال الموجود عندي. ودي تعتبر أسهل أنواع الدوال الموجود عندي، الدوال الدالة الخطية. مجالها آر وبعدها آر، أو مجالها ماينس إنفينيتي تنفينيتي وبعدها ماينس إنفينيتي تنفينيتي. ده اللي هنا موجود عندي تزايد. طب أنت بتقول تراخصية يا أستاذ. لو قلت أنت كل قيم إكس بتزيد عندي وأبص ألاقي قيم واي المقابلة لها بتنقص بتقل. أنا أقولها مثال، لو هي بص هو في الشكل الموجود عندك، لو واخد بيدك كده اتجاه اليمين يبقى تزايد، طب لو خد كده اتجاه اليسار يبقى تناقصي. احنا قلنا ازاي نرسم الفانكشن دي من غير ما اعمل جدول، اعتبر ان انا ايه؟ ما عملتش جدول، عايز ارسم ايه؟ الداله الموجوده عندي. برسم الداله من عند نقطه الميل اللي هي 2 والجزء اللي هو مقطوع من محور واي. الجزء المقطوع من محور واي يعني هيمر عند النقطة 1 في واي، أقول له عند النقطة 1 يبقى لازم يعدي عليها. ومن النقطة دي هبدأ إزاي أرسم بقية الشكل. إحنا تمام الميل وخدنا الميل قبل كده M بيساوي واي 2 ماينس واي 1 على إكس 2 ماينس إكس 1. الفرق بين الواي الواي و2 واي 1 فرق الواي أب على فرق الإكس أب. طيب يعني الجزء ده الميل عندي بيساوي كام؟ 2. اقول له مفيش عندي غير مقام موجود ده، اي عدد مقامه 1 1. فالهو ده يمثل الواي واللي تحت ده يمثل ايه؟ الاكس. لو موجب هطلع فوق من ذا الواي، لو سالب هنزل تحت. طب لو الاكس لو موجب همشي يمين، لو سالب همشي يسار. تعالى نطبق الكلام ده من عند النقطة 1. 2 يبقى همشي اطلع ولا انزل؟ ممتاز، هطلع وحدتين يا استاذ لانها موجبة، هطلع 1 وبعد كده قال لي هنا موجب 1 معناها امشي واحده يمين ولا يسار؟ احسنت، يمين واحده، يبقى النقطه الثانيه هنا. كده انا محتاج بس الداله الخطيه يكفي نقطتين وابتدي ارسم اوصل بين النقطتين الموجودين عندي. كده يبقى انا رسمت الشكل بالطريقه الصحيحه اللي هو عايزها فين؟ في الشكل الموجود عندي. كده طلعت الداله دي، اقدر اطلع جميع خواصها بدون اي مشاكل. طب انا مش عارف موضوع الميل والكلام ده، ابدا ارسم عندي بايه؟ بالجدول عادي جدا. سؤال تاني او داله تانية انا اتعرض لها اللي هي الداله التربيعيه. خدنا احنا الداله الخطيه كيفيه رسمها، الدالة التربيعية وتعريفها ايه هو؟ الدالة التربيعية احنا خدنا الدالة الخطية بيبقى اكس فيها باور كام؟ 1. الدالة التربيعية اكس فيها اعلى باور فيها باور 2. شكل الدالة التربيعية كوادريتيك فانكشن واي ايكوال عدد اي مضروب في اكس باور 2 بلس بي مضروب في اكس بلس سي. وعندي ايه؟ شرط اساسي نوت ايكوال 0، لان لو ده بقى 0 اصبح الجزء ده ملغي وما اصبحش دالة تربيعية.
لا هنا هنقول ايه؟ لا لو الاي موجوده دوت ايكوال زيرو، والبي والسي، اي والبي والسي دول اعداد بيلونجز تو ار، يعني موجوده في الاعداد لحرف ايه. الشكل اللي بيطلع شكل الداله التربيعيه بنسميه قطع مكافئ، برابولا انجلش برابولا، قطع مكافئ. قطع مكافئ هنشوفه زي ما هيجي دلوقتي، هيبقى يظهر قدامنا. هيطلب مني رسم داله تربيعيه بالصوره دي. انا هقول لك طريقه ترسم بيها الداله التربيعيه، بتسهل عليك بتطلع سواء بطريقه الجدول او طريقه ايجاد راس المرحله. اول حاجه عندك لازم تطلع حاجه اسمها نقطه الراس او معدل محور التماثل، عشان اختار الارقام اللي هستخدمها للاكس في الجدول العرض بيها في الواي. ازاي؟ يعني اول حاجه لو معدل محور التماثل اجيب الاول لك اكس اللي هي بتساوي سالب بي اوفر 2 اي. دي قانون معدل محور التماثل اللي بيحدد لي نقطه الراس او النقطه اللي في النص اللي هينزل عندها المنحنى او هيطلع عندها. طب ايه والبي والسي ايه دول؟ اقول من السؤال نفسه، ادي هنا الرقم اللي قدام الاكس باور 2 بنسميه ايه؟ طب الرقم اللي قدام الاكس باور 2 كام؟ احسنت 1. طيب الرقم اللي قدام اكس باور 1 كام؟ اللي هو بي. والرقم اللي هو الحالي اللي هو سي. تعالوا نطبق الكلام ده، ماينس البي عندي بسالب 2 فبقول ماينس 2 اوفر 2 وافتح قوس مكان الايه بكام؟ ايه هنا بكام يا استاذ؟ اي رقم رمز هنا مش قدامه حاجه ده 1. ونسويها ايه؟ الحاسبه هيطلع الرقم عندي 1. طب انا عارف دي يا استاذ عشان خاطر استخدم الجدول بتاعي، الجدول بتاعي اللي هو عايز اعرف القيمه اللي في النص احطها كام للاكس. فاول ما انا اعوض الاكس هنا ب 1 عايز اطلع الواي، فبقول له هنا اعوض فين؟ في الواي بتساوي مكان الاكس اول حاجه عندي بكام؟ 1 باور 2 ماينس 2 وافتح قوس ماينس 3 واعمل العمليه دي بالحاسبه. 1 باور 2 ماينس 2 باور 1 يعني دي انا سالب ماينس 4. طيب تعالى انا واي الثانيه اللي بعديها عند اكس بكام؟ انا اخترت الرقم يا استاذ اللي هو 1، اختار رقم بعد رقمين بعديه ورقمين جبريه. يعني رقمين بعد ايه؟ بعد ال 1 هاخد 2 ماينس 2 ضرب 2 ماينس 3 ده هيدينا ماينس 3 بالحسب. اخد رقم تاني احسنت، اخد رقم اعلى تاني اللي هو 3، يبقى 3 باور 2 ماينس 2 ضرب 2 ماينس 3 هتطلعها عندي هنا. كل ده هتحسبها لي بالحاسبه، هتحسبها لي بالحاسبه، هيدينا هنا ماينس 2. بعد ما جبنا القيمه دي كده موجوده عندي، انا اخترت قيمه لمين؟ للاكس رقمين بعديها، واختار رقمين قبل الاكس برضه قبل الايه؟ ال1 اللي هي تبقى كام؟ 0 قبل ال1 ورقم تاني ماينس 1 ونحسبها بالحسب كل مره. ده هيدينا ماينس 3 وده هيدينا ماينس 4. يبقى انا ضغطت القيم دي كلها موجوده عندي واقدر اعملها في ايه؟ في جدول بسيط بالصوره دي كده. هتبص تلاقي الرقم اللي احنا اخترناه اللي طلعناه عند محور التماثل اكس بيساوي 1 فيما طلعت عنده واي بكام؟ بماينس 4. تمام؟ القيمه اللي طلعت هنا نفس الكلام، الصوره الموجوده عندي هنا عند اكس بيساوي 0 بتساوي ماينس 3، اكس بتساوي ده بتساوي ماينس 1 هتطلع عندي ب 0 وهنا هتطلع عندي 3 ب 0. تمام؟ هبتدي اعمل الجدول عندي بتاعي واعمل الشكل البيانات بتاعي عشان ارسم الداله الموجوده عندي. بعد ما ارسمها واحدد النقاط عليها، أول حاجة قلت الرأس عندي 1 بالإكس وماينس 4. بعد كده بس بقى النقاط الموجودة عندي سالب 2 و5 ماينس 1 للإكس و0 0 للإكس وماينس 3 2 وماينس 3 3 و0
4 و 5. هنا بقى ما بوصلش الشكل اللي موجود عندي بمسطره. او بمعنى صح ممكن اوصل جزء منه والباقي لغايه فين؟ يعني يا استاذ يعني ممكن اوصل الجزء ده كده؟ خد بالك انا بعمل ايه؟ وصلت النقطة دي والنقطة دي وما بوصلش النقص بالمسطرة، بوصلها بيدي. ونفس الكلام الناحية التانية، أوصل النقاط دي وأوصل النقص دي بإيه؟ بيدي بالصورة دي، عشان تديني شكل إيه؟ المنحنى بتاعي. بيطلب مني بعض حاجات على إيه؟ على الرسم، ودي من اهم الحاجات عندك في السؤال ده. الداله التابعه سؤال مضمون وسؤال درجاته مضمونه جدا وكويس. تعال بص على راس المنحنى. راس المنحنى احنا من شويه كنا جايبين اكس بتساوي ماينس بي اوفر 2 اي. جبنا الماينس بي عندي من السؤال، ماينس نيجاتيف 2 اوفر 2 ضرب اللي هي ب 1 تطلع ب 1. راس المنحنى عندي هي النقطة اللي انت بتتابع عند محور التماثل، اللي هي بتبقى ماينس اللي هي 1 للاكس وطلعت كام للواي؟ ماينس 4، يبقى ده راس المنحنى. طيب، طالب ايه تاني بعد كده؟ معادلة محور التماثل. معادلة محور التماثل انت جبتها من غير ما تعرف، ازاي يا استاذ؟ اقول له هي اكس بتساوي كام؟ 1. اقول له لازم كده، اقول له اكس ايكوال 1. اكتب له اكس بتساوي 1، ما تقولوش انت 1 واسكت، لا تقول له اكس بتساوي 1. زي ما تكتبها في البدايه. اللي بعديها طالب مني واي انترسكشن او انترسبت، اللي هو جزء مقطوع من محور واي، قطع محور واي فين؟ اقول له يا استاذ اهو ادي محور واي عندي اهو، قطع عند النقطه نيجاتيف 3، اقول له يبقى واي بتساوي نيجاتيف 3. طيب الجزء اللي بعد كده طالب مني حل المعادله. ايه هو حل المعادله؟ اللي هو تقاطع المنحنى نفسه او الرسم اللي انت جايبه مع محور اكس. اضع محور اكس فين وفين او في انهي نقطه في كام نقطه؟ بص على الشكل الموجود عندك، ادي شكل المنحنى اهو، وفين محور اكس؟ ادي محور اكس يا استاذ اهو اللي هو ده. المنحنى قطعه فين؟ عند النقطه دي وعند النقطه دي. طيب يبقى هي دي مجموعه الحل. مجموعه الحل عندها اللي هي اكس بكام؟ اكس عندي هنا احسنت ها ماينس 1 و 3 ماينس 1 و 3. الجزء اللي بعده الداله متزايده فين؟ اقول له اه نشوف بقى التزايد والتناقص. ببدا قلنا اي رسم من اليسار همشي بيدي مع الرسم كده واشوف انا بزيد ولا بنقص. كده انا بزيد ولا بنقص؟ اه ممتاز، كده انا بنقص يا استاذ مش بزيد. طيب لغايه فين؟ لغايه النقطه دي. طيب وبعد كده من النقطه دي انا ابتديت ايه؟ اه ده في تزايد كده، كده انا بعلى الاعلى اهو، كده في تزايد، يبقى من عند النقطة دي لغاية ما لا نهاية. طب النقطة دي عند اكس عندها بكام؟ ب 1 لغاية ما لا نهاية، يبقى التزايد عندي من اكس ب 1 لغاية ما لا نهاية. طيب التناقص أكيد هيسأل عليه. فعلا سأل على الدالة المتناقصة فين؟ أقول له بدأت أنا من اليسار وأمشي مع المنحنى الدالة بيدي. ابص على نفسي اقول كده تزايد وتناقص، احسنت كده ايه؟ تناقص. طب انا كده جاي منين؟ إيه؟ كده انا جاي منين؟ إيه؟ بس ان انا جاي منين؟ إيه؟ جاي منين؟ إيه؟ احسنت ده من عند اكس بتساوي ماينس نيجاتيف او نيجاتيف انفينيتي. من اول فين؟ من نيجاتيف انفينيتي لغايه اكس بتساوي 1. يبقى من ماينس انفينيتي لاكس بتساوي 1 دي الداله عندي متناقصه. اخر حاجه يطلبها الجزء لسه واخدينه من شويه اللي هو الدومين، المجال. المجال اللي هو حدد مين؟ حد يفكرني؟ ممتاز، قيم مين؟ قيم اكس. طيب شكل الداله كده وانا جاي كده جاي منين؟ ماينس ما لا ايه؟ هل انا واقف على النقطه معانا ولا ده بكمل الاخر؟ بكمل الاخر يبقى ماينس ما لا نهايه لغايه اقول له ماشي كده برضه نفس الكلام ما لا نهايه يا استاذ، يعني حتى قيم اكس معايا موجوده معايا ما لا نهايه. يبقى نقدر نقول له هنا من ماينس انفينيتي لغايه انفينيتي اللي هي اه. طيب ايه اللي طلبه تاني؟ قال انا عايز المدى. المدى اللي هو حاجه مين؟ قيم اكس ولا واي؟ ممتاز، قيم مين؟ قيم واي. هل انا خدت كل قيم واي الموجبه؟ اه استاذ الفرعين طالعين لاعلى ما لا نهايه. طب خدت كل قيم واي السالبه؟ اقول له لا احنا واصلين لغايه المنحنى لغايه هنا، يبقى اشوف قيمتها عند الواي بكام؟ من ماينس 4 لغايه ما لا نهايه، يبقى من ماينس 4 اكتب الصغير لغايه ما لا نهايه دي يا استاذ ب
بيكون ليه المدى بتاعه الاول هنا ماينس 4 المدى نعم. نشوف داله اخرى اللي هي نوع ثاني من الدوال بنسميه الداله التكعيبيه. احنا واخدين الدوال واحده واحده شباب، بدأناها بالداله الخطيه يليها اللي هي فيها الاكس باور 1، يليها الداله التربيعيه كوادريتيك فانكشن اللي هي الاكس فيها باور 2، اخر اللي هي الداله الثالثه اللي هي الداله التكعيبيه بتبقى الصوره العامه فيها اكس باور 3 زي ما احنا شايفين. y equal ax باور 3 بلس bx باور 2 بلس cx بلس d. يبقى انا عندي هنا x اعلى باور لها فيها كام باور؟ 3، فبنسميها كيوبيك فانكشن الداله التربيعيه. ال a وال b وال c وال d زي ما اتفقنا دول ارقام تنتمي او بينقص لمين؟ للريل نمبر الاعداد العقلي. تعال نشوف سؤال للداله التكعيبيه كيفيه رسمها. من اسهل الدوال لا هتساعدنا كتير جدا في اخذ درجات او نحصل فيها درجات. بنعمل لها جدول زي ما اتفقنا كده ونعوض فيها بالقيم اكس، بنختار اكس بتساوي 0 طبعا هي اكس واي بتساوي اكس باور 3، هتختار قيم اكس بتساوي 0 ورقمين بعديهم ورقمين قبليهم. فاول رقم عندي واي بتساوي اكس بتساوي 0 يبقى 0 باور 3 ونطلعها بالحاسبه هيطلع 0. واي اللي بعديها الرقم هناخده من هنا ومن هنا ماينس 2 باور 3 هيدينا ماينس 8 بالحاسبه. الرقم اللي بعديها ماينس 1 باور 3 هيدينا ماينس 1 بالحاسبه. الرقم اللي بعديها نفس الكلام واي بتساوي 1 باور 3 هيعطينا 1. واي بتساوي الرقم الاخير 2 باور 3 هيعطينا 8. تعال نشوف بنرسم الداله عندنا بالصوره دي كده. ماينس 2 بنيجاتيف 8 او لو ماينس 2 الاكس هنا ونيجاتيف 8 يعني اعلى تقريبا موجوده فوق. نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 هتبقى هنا. ماينس 2 و 8 و ماينس 1 ونيجاتيف 1 0 و 0 1 و 1 2 و 8 2 و 8 تاني نيجاتيف 2 ونيجاتيف 8 هنزلها لها بالصوره دي كده. هبص الاقي نيجي نرسمها. اهم حاجه انك تمر بالنقطه 0 و 0 اللي هي الراس بتاع الانقلاب نفسه او النقص التحول بالنسبه للداله، واوصل دي بيدي عادي جدا بدون مسطره برضه وانزل بالصوره دي هتلاقي الشكل واخد بالصوره دي. لو خدت بالك هي تعتبر نص داله تربيعيه لو كملناها كده اللي خدناها من شويه، بس احنا جينا عند النص الثاني بدل ما نكمل اعلى ثاني كملنا للاسف. شكل الداله اللي عندي ده كده بالصوره دي، دي الداله التكعيبيه، دي الصوره العامه بتاعتها واي بتساوي اكس باور 3. طالب مني رسم عندي الداله متزايده ولا متناقصه؟ احنا اتفقنا عشان اعرف التزايد والتناقص ابدا منين؟ من اليسار. احسنت. يبقى من اليسار ده كده همشي مع الداله، من اليسار همشي معاها مع الخط بتاعها. ابص الاقي نفسي بزيد ولا بقل؟ ده كده انا بنزيد يا استاذ. يبقى الداله كده فيها تزايد ولا فيها تناقص؟ ده كلها بتزيد يا استاذ، مفيش واحده فيها بتقل، مفيش تناقص. يبقى الداله متزايده. طب متزايده فين؟ اقول له انا لو كملت للاخر هيبقى انا جايب من عندي اكس بتساوي كام؟ اقول له جايب من عندي اكس بتساوي ماينس ما لا نهايه. وهنا رايح لغايه فين؟ اقول له رايح لغايه اكس ما لا نهايه. يعني انا اقول له متزايده في ار او بنسميها ماينس انفينيتي وانفينيتي. طيب يبقى ما عنديش تناقص كده؟ تمام. تعالى شوف طالب مني المجال. مجالها هنا هل في قيمه اكس لما اجي اعوض بيها في الداله هنا مش هتبقى الداله معرفه؟ يعني ايه؟ يعني اي قيمه هنا كده دي ماشيه لاسفل ما لا نهايه ودي رايحه ما لا نهايه كده الاكس. يبقى انا جاي الاكس مثالي ما لا نهايه الداله متزايده على المجال بتاعها اللي هو ار برضه اللي هو يعتبر ماينس ما لا نهايه وما لا نهايه. تقريبا هيطلب المدى نفس الكلام. هل انا باتجاه الفرع ده خدت كل قيم واي؟ خدتها. وهنا خدت كل قيم واي السالبه برضه خدتها. يبقى المجال هنا ار والمدى ار. هي الداله التكعيبيه صورتها العامة بتكون فعلا
في الرسم الداله التكعيبيه نفسها بيكون مجالها ار على طول ومداها ار دائما، ودايما بتكون متزايده لو الرقم اللي قدام اكس باور 2، لو الرقم اللي قدام اكس باور 2 اكس باور 3 سوري اللي هي اكس باور 3 هيكون عندي الرقم قدامها موجب، يبقى اعرف على طول ان دي داله متزايده، لو قدامها رقم عدد سالب يبقى تكون على طول متناقصه. تعال نشوف بقى لو جه شكل تاني للداله التربيعيه او صوره تانيه للداله التربيعيه، مش الداله التكعيبيه الموجوده عندي. تعال لو جاب هنا واي بيساوي اكس باور 6، دي اللي خدناها من شويه، بس ماينس 4 اكس. ماينس 4 اكس هنعملها نفس الكلام يا استاذ جدول بقيم اكس من صفر ورقمين بعديه ورقمين بجنبي. تعال نشوف شكل الداله لو عاد بصفر هتعوض انت بالحاسبه، يبقى 0 باور 3 ماينس 4 ضرب 0 هيعطينا 0. تعال اعوض بسالب 2 ماينس 2 باور 3 ماينس 4 ضرب ماينس 2 ده هيدينا 0. طب تعال نكمل هنا واي اكس عدد سالب 1، سالب 1 باور 3 ماينس 4 ضرب سالب 1 ده هيدينا 3. تعال نعوض بصوره اكس بتساوي 1، 1 باور 3 ماينس 4 ضرب 1 يدينا ماينس 3. تعال نعوض اكس ب 2 يبقى ماينس 3 هنا موجوده. تعال نعوض اكس ب 2 يبقى 2 باور 3 ماينس 4 ضرب 2 بيدينا 0. تعال نشوف الاسهم بتاعنا بعد ما عملنا الجدول ويترسم. ادي سالب 2 وصفر، سالب 1 و3، صفر وصفر، 1 وسالب 3، 2 وصفر. وتعالى وصل بيدك بترتيب بالظبط في الشكل الموجود عندك. وصل بيدك هنا كده بالنقطه دي، وانزل على النقطه دي بالصوره دي كده. واحد يقول لي يا سيدي احنا نقف هنا عند النقطه دي كده، اقول له لا ما انت تكمل بعد كده بسهم عالي وتكمل هنا. بالصوره دي كده. ده شكل الداله عندك. بس مش نفس الشكل اللي خدناه من شويه؟ اقول له اه بس هنا في عندي الداله هنا زاد عليها 4 اكس فيبتدي الشكل بتاعها ياخد الشكل الموجود عندي ده. تعالى اطلب مني نفس اللي طلبه في الاجزاء اللي فاتت. الداله متزايده فين؟ اقول له همشي مع شكل الداله اساسا ما اتعودنا. كده انا بزيد يبقى كده تزايديه، طب ما كده انا بنقص يبقى مش هاخد الجزء ده، يبقى انا ابتدي اقسمها زي ما عملنا السؤال اللي فات، سؤال قبل كده انا هقسمها من عند نقاط الراس اللي هي نقاط التحول من الداله نفسها من التزايد الى التناقص. بالصوره دي كده اصبح عندي ثلاث فترات، فتره من الجزء ده للجزء ده، فتره من هنا لهنا، وفتره من هنا للجزء الاخير. تعال نشوف طلع تزايد فين. التزايد انا اقول له لو مشيت كده اساس كده تزايد وكده تناقص، لا يبقى هاخد التزايد كده. طب وايه الجزء من هنا لهنا تزايد، يبقى عندي جزئين للتزايد من فين لفين. السهم ده اساس معناه ان انا جاي فين؟ ممتاز، من سالب ما لا نهايه الى النقطه اللي عندي اكس فيها كام هنا؟ نيجاتيف 1. ومعاها الفترة التانية يونيون، الفترة التانية اللي هي مين؟ من أول هنا اكس بكام؟ ب 1 وراح لغاية ما لا نهاية، 1 وما لا نهاية. طيب ناخد الفترة المتناقصة عندي فين؟ احنا الجزء اللي هو في النص ده اساس، من أول فين لفين اكس؟ اكس عندي من ماينس 1 لغاية 1. تبقى متناقصة منين؟ ماينس 1 لإيه؟ ل 1. طيب المجال والمدى، المجال عندي هنا يا استاذ السهم ماشي على طول يبقى هاخد جميع قيم الاكس السالبه، وهنا ماشي على طول هاخد قيم الاكس المجمع، يبقى المجال عندي احنا اتفقنا ان دايما الداله التكعيبيه مجالها والمدى نفس الكلام ممتاز نيجي بعد كده نشوف الداله
او الجزء اللي بنسميه مودلس فانكشن، داله القيمه المطلقه. داله القيمه المطلقه شكلها بياخد الصوره دي كده، الصوره العامه اللي هي مودلس اكس بيساوي اكس لاعب الدين، ده بيقارنه ليه؟ مودلس اكس. امتى؟ لما الاكس اكبر منها وتساوي ايه؟ زيرو. ومودلس اكس بيساوي نيجاتيف اكس لما الاكس اقل من ايه؟ من الزيرو. تعالوا نشوف شكل الداله اللي هنرسمها كداله مطلقه. اسم الحاله الداله واي يساوي ابسوليوت اكس او مودلس اكس. بنعمل ايه؟ نعمل نفس الكلام يا استاذ جدول، ونحدد فيه قيم للاكس من عندنا، ثلاث اربع قيم من هنا او خمس قيم، بختار قيمه 0 1 2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. بعوض بنفس الطريقه في الحاسبه، واي بيساوي فايده المودلس ايه؟ الاستاذ بيحول العدد السالب الى عدد موجب، يعني لما اجي اقول له هنا مودلس ماينس 2 هيطلعوا لي، ده مش حاسبه يا استاذ، انا معروف ان المودلس بيحول العدد السالب الى عدد ايه؟ موجب. نفس الكلام يبقى هنا مودلس نيجاتيف 2 2، طب الواي بيساوي مودلس نيجاتيف 1 ممتاز هيساوي ايه؟ 1. مودلس الزيرو 0، مفيش طبعا الزيرو معروف لا سالب ولا موجب. مودلس ال 1 هيساوي 1. مودلس ال 2 ايكوال 2. عملنا القيم بتاعتنا، نبتدي نرسم الداله البيانيه. عوض القيم بتاعتي على بس عند اكس بتديك نيجاتيف 2، بقت القيمه عندها ب 2 اعلى مره. عند اكس بتساوي نيجاتيف 1 1، عند اكس ايكوال 0 0، عند اكس ايكوال 1 1، عند اكس ايكوال 2 2. هنا بقى احذر احذر انك توصل النقاط دي بايه؟ بايدك، لازم توصلها بمسطره. يبقى عندي ايه يا استاذي لو وصلناها بمسطره قبل كده؟ الداله الخطيه وصلناها بمسطره، والتربعيه وصلنا الجزء منها بسيط بالمسطره، والجزء الاخير اللي هو المنحنى بتاع الراس ده باليد. ده اسمها بياخد شكل عندي شكل عام زي السبعه باللغه العربيه كده او ثمانيه باللغه العربيه نفس الكلام. ياخد السبعه امتى؟ لو المودلس ده العدد قبليه موجب. لو في عدد سالب هنا جنب المودلس يبقى ده هياخد شكل الثمانيه بتاعها. تعال نشوف هيطلب مني ايه في الداله دي؟ الداله المتزايده والمتناقصه، اقول له ماشي هنمشي مع الداله. همشي من الاساس زي ما اتفقنا وامشي معاها، كده انا بزيد ولا بقل؟ ممتاز كده بنقص، يبقى دي الداله ايه؟ تناقصيه. طب من هنا؟ اقول له كده ايه؟ داله بتزيد. يبقى الاول التزايده عندي منين؟ عند اكس بتساوي زيرو هنا لغايه ما لا نهايه، اقول له يبقى في زيرو لما لا نهايه. زيرو ما لا نهايه، الداله عندي متزايده. طب تعالى نشوف هيطلب مني الداله ايه؟ بعد كده متناقصه فين؟ اقول له زي ما اتفقنا بمشي معاها، بمشي مع المنحنى الموجود. من زيرو انا من عند الخط كده وامشي معاها. كده انا بزيد ولا بقل؟ كده بقل يا استاذ، يبقى الداله تناقصيه. طب تناقصيه وانا جاي منين؟ عند اكس بكام؟ اقول له انا جاي من عند اكس، ها احسنت، من داله ايه؟ من عند ايه؟ ماينس انفينيتي لغايه الرقم اللي واقفين عنده اللي هو نقطه الراس اللي هو ايه؟ زيرو. يبقى عندي كده الداله متناقصه عند النيجاتيف انفينيتي وايه؟ وزيرو. المجال يا استاذ مجالها دائما ار. طيب والمدى؟ هنا بقى المدى اللي بيختلف. المدى بيختلف عندي ليه؟ لان باخد قيم واي، السهمين اللي طلعوا دول الفرعين اللي طلعوا دول، هل خدوا كل قيم واي كلها؟ اه هم طالعين يا استاذ ماشيين كده واخدين قيم واي المجرد. طب وانا خدت قيم واي السالبه؟ لا احنا خدناها واحده بس، يبقى من اول الصفر لغايه ما لا نهايه. ممتاز، اقول هنا من الصفر لما لا نهايه ده المدى حاجة الدالة المطلقة. تعالوا نشوف سؤال تاني. لو جاب لي المودلس جنبيه أي أرقام. وده سؤال مهم جدا، يعني إيه جاب لي أرقام؟ إحنا خدنا مودلس إكس بس. طب لو جاب لك مودلس إكس ماينس 3 ماينس 2 هنعمل إيه؟ نفس الكلام مثلا هنعمل جدول ونحط فيه قيم للإكس. طب الاستاذ اعرف منين قيم الاكس؟ اقول له اول بص عشان تعرف، انا الاول مختار الزيرو وبعدين رقمين وجايب لي رقمين.
انا خدت السنين هنا ايه؟ السنين موجوده هنا خدناها بالقيم هنا 4 وهنا 5. خدنا هنا السنين في النص، طب ليه يا استاذ؟ هبص على الرقم اللي جنبي ايه؟ الاكس بداخل المطلس، هو اللي هيحدد لي مين الرقم اللي في النص. لان نقطه الراس هنا عندي تعتبر 3 وماينس 2. لو دي يا استاذ موجب 3 موجب 3 او بوزيتيف 3 هاخد العدد اللي هو بعكس الاشاره يبقى ماينس 3. هنا ماينس 3 هاخد العكس الاشاره بتاعته 3. ورقمين بعديه ورقمين قبليه. والواي هي العدد اللي بره نفس الاشاره، دي نقطه الراس. يبقى النقطة الموجودة عندي هنا هي اللي بتحدد لي الجدول ازاي اجيبه. اعمل النقطة في النص مين والرقمين اللي بعديهم مين واللي قبليهم مين. اقول له الرقم اللي جنب الاكس داخل المضلس ده الرقم اللي جنبه اخد عكس اشارته. واخد الرقمين بعديه رقمين قبليه. وابتدي اعوض واطلع قيمة الواي، واي بتساوي مضلس قيمة الاكس الاولانية كام؟ 1 ماينس 3 ماينس 2. احنا اتفقنا ان المضلس هنا بيطلع لنا عدد ايه؟ عشان دي هنا مش هنعرف نعملها بالحاسبه. هنا تعملها ايه؟ 1 ماينس 3 بتساوي 1 ماينس 3 يعني ماينس 2 يا استاذ. ماينس 2 مضلس ماينس 2 ماينس 2 اكبر. احنا المضلس بيحول السالب الى ايه؟ موجب ناقص دي، يبقى دي ناقص دي تطلع بكام؟ 0. حط هنا 0 مكان ال 1 اللي اخترناها. واي اللي بعديها اختار الرقم اللي بعديها ايه؟ 0. يبقى 0 ماينس 3 ماينس 2. 0 ماينس 3 يعني هيدينا مضلس ماينس 3 ماينس 2. مضلس ماينس 3 هيطلع كام؟ 3 ماينس 2. 3 ماينس 2 يكبر كام؟ 1. حط 1. تعالوا نغير الرقم اللي بعد. هناخد هنا الرقم ده مثلا ايه؟ 3. 3 ماينس 3 ماينس 2. 3 ماينس 3 يعني مضلس 0 ماينس 2. موجز الزيرو بيساوي كام؟ زيرو ماينس 2 يكون ماينس 2 وماينس 2. تعال الرقم اللي بعده انا حط ايه؟ 4 ماينس 3 جوه المضلس ماينس 2. مضلس ال 4 ماينس 3 4 ماينس 3 يعني 1. مضلس ال 1 ماينس 2. مضلس ال 1 بكام؟ نفسها ال 1 ماينس 2 يديها ماينس 1. تعال نشوف الرقم اللي بعده اللي هو ال 5. نشيل دي نحط مكانها 5. 5 ماينس 3 2. مضلس ال 2 2 2 ماينس 2 كام؟ 0. بتدينا ايه؟ 0. تعالى نرسم الشكل البياني. نحط النقاط 1 و 0. 1 و 0 يعني ما بتتحركش مكاني. 0 و 1 3 ونيجاتيف 2 3 ونيجاتيف 2 4 ونيجاتيف 1 5 و 0. هيدينا الشكل ده كده. اوصل بينهم بالمسارات. بالصوره دي. استاذ احنا كان ممكن نرسم الداله الاساسيه اللي احنا واخدينها من شويه ونعمل حاجه اسمها تحويل للداله. يعني ايه تحويل؟ انا خدت الداله من شويه اللي هي واي بتساوي مضلس الاكس كان اسمها 0 و0 1 و1 ماينس 1 1 ماينس 2 و2 2 بالصوره دي كده. كان اسم الداله الاساسيه من شويه واخدناها بالصوره دي وادتني الشكل ده. لو فاكرين الشكل لسه هنسميه من شويه. لو خدت بالك رسم الفانكشن ده هو نفس الداله دي. نفس الداله دي مع اختلاف ان النقاط اتحركت شويه. طب اتحركت كيف يا استاذ؟ اقول له نبص على نقطه الراس اقرا المثال. لو حبيت اوصل لنقطه الراس دي من هنا اقول له همشي يمين ثلاث وحدات، واحد اثنين ثلاثة، وهنزل واحده اثنين. يبقى همشي يمين ثلاث وحدات وانزل كام؟ 2. بص على شكل الداله اللي موجوده عندك. اكس ماينس 3 لما يكون العدد هنا قلنا ماينس 3 فبنختار موجب 3. طب لو كان سالب 3 موجب 3 بختاره سالب، فانا هنا بختار العكس. لو العدد سالب همشي العكس، سالب مش همشي ناحيه السالب، ها
همشي ناحيه الايه؟ الموجب. كم وحده؟ يبقى النقطه دي همشي فيها ثلاث وحدات، واحد اثنين ثلاثه كده مع الاكس ثلاثه. ماينس 2 زي ما هي بالنسبه للواي. لو ماينس هنزل لو سائل موجب هطلع وحدتين، فهنا ماينس 2 هنزل وحدتين، واحد اثنين اترسمت النقطه خلاص. تعال بص النقطه الثانيه هتلاقي بص مشيت ادي واحد اثنين ثلاثه ونزلت ادي واحده اثنين جت هنا. تعال النقطه الثالثه نفس الكلام، امشي ثلاث وحدات يمين اثنين ثلاثه وهنزل وحدتين عشان دي سالب ونقطه النقطه دي. النقطه دي نفس الكلام، همشي دي واحده اثنين ثلاثه وانزل نقطتين هنوصل هنا. تعال النقطه دي امشي واحده اثنين ثلاثه وانزل وحدتين هوصل دي، هقدر ارسم الشكل الموجود عندي. تعال هنا نشوف ايه اللي هيطلبه مني في الرسم او الشكل الموجود عندي. بيطلب مني اول حاجه الداله المتزايده فين؟ اتفقنا؟ طبعا هيمشي مع الداله بتاعتنا الاصليه اللي هنرسمها. بمشي مع الرسم من اليسار الى اليمين مع شكل الرسم. كده انا بزيد ولا بقل؟ ممتاز كده بقل. كده بقل هو عندي جاي بيساوي ايه؟ ممتاز سالب ما لا نهايه لغايه اكس بتساوي 3. يبقى الداله عندي كده بتقل. انا عايز التزايد، التزايد عندي اقول له كده بزيد يا استاذ الجزء الثاني. لكن هي كده بقل بزيد. طب انا عندي اكس بتساوي كام؟ 3 لغايه ما لا نهايه. احسنت. يبقى انا اقول له من 3 الانفينيتي الداله عندي متزايده. طب تعالى هنا نشوف طالب مني التناقص. التناقص عندي هنا يا استاذ قلنا كده انا بقل كده بقل من عند اكس بتساوي كام؟ اقول له انا جاي من عند ماينس انفينيتي لغايه اكس بتساوي 3. يبقى ماينس انفينيتي لغايه 3 دي الداله عندي في التناقص. المجال واحنا قلنا طبيعي بيكون ار. المدى اللي هو بيقصد بيه قيم واي. هل انا خدت كل قيم واي من الموجب كلها ار فرعين نفس الطريق الاعلى واخدين كل قيم واي. طب خدت كل قيم الاسفل؟ لا ده انا واقف هنا. واقف هنا وطلعت لفوق يبقى عندي واي بتساوي كام؟ ماينس 2 الى ما لا نهايه. اقول له من ماينس 2 الى ما لا نهايه. كده احنا تعرفنا على معظم الدوائر الموجوده عندنا. اول داله خدناها الداله الخطيه، يليها الداله التربيعيه اللي هي كوادريك فانكشن، يليها الداله التكامليه اللي هي باور 3، بعد كده الداله المطلقه، اخر جزء هناخده اللي هو حل المتباينات تشتمل على القيمه المطلقه. يعني عندي متباينات، المتباينات يعني ايه يا استاذ؟ اللي هي اي معادله تحتوي على رمز اللي هو اكبر من او اصغر من بالشكل ده كده. اي معادله تحتوي على ده او ده بالصوره دي او اصغر منها او يساوي اي معادله فيها رمز من الرموز دي تسمى متباينه. طيب المتباينه هتجي لنا بالصوره دي بس معاها الداله المطلقه او شكل المطلس الموجود عندي. زي السؤال او هنا تعريف الداله المطلقه عندي بيقول لي هنا لو ايه عندك عدد حقيقي موجب، ايه ده عدد؟ ومطلس اكس او مطلس اي جزئيه داخل المطلس اصغر منها وتساوي ايه؟ فبنيجي نوصلها احنا معناها ان قيمه الاكس الموجوده دي اكبر منها وتساوي نيجاتيف ايه واقل منها وتساوي الايه. يعني هتبقى محصور قيمه الاكس بين نيجاتيف ايه وايه. عشان كده لما جه يمثل على خط الاعداد قال لي ادي نيجاتيف ايه وادي الايه. قيمه الاكس محصوره بينهم يعني من اول هنا يا استاذ لغايه هنا ونظل الجزء كله بما فيهم الايه والنيجاتيف ايه. طب لو نقول ان المطلس اكبر منه او يساوي وليس اقل منه او يساوي زي اللي فات اكبر منه او يساوي الايه؟ فهنا في الحاله دي يا اما الاكس اكبر من ايه؟ اكبر منه تساوي الايه؟ او اقل منه او تساوي الايه؟ ودي تمثلها على خط الاعداد ادي هنا ماينس ايه والايه؟ اكس اكبر منه او يساوي الايه؟ يبقى ماشي اكبر منه في الاتجاه ده، احنا عارفين طبعا كل ما نمشي في اتجاه اليمين كده ناحيه الكبير. يبقى عندي هنا كده ظل الجزء ده ماشي في اتجاه الانفينيتي. كده معناها الاكس اكبر من ايه؟ طب اكس اقل منها وتساوي نيجاتيف ايه؟ يعني نيجاتيف ايه؟ الاقل منها هيبقى كده ولا كده؟ يا استاذ هيبقى كده ناحيه السالب. احنا عارفين طبعا كل عدد سالب كل ما تكبر قيمته كل ما ايه؟ بتقل قيمته. بمعنى ان سالب 3 اكبر من سالب 5 بالرغم ان 5 اكبر من 3 بس بنتكلم بالسالب. تعال نشوف السؤال. هنشوف مثال على المتباينات اللي تحتوي على الاجزاء اللي قلنا اقل منها وتساوي او اكبر منها وتساوي ومع المطلس. هل المتباينه مطلس اكس بلس اكس اقل منها بيساوي 3. فبقول له انا بكتب الجزء اللي عندي اكس بلس 6 مره اكبر منها بتساوي ومره اقل منها بتساوي. اكبر منها بتساوي
سالب الرقم الموجود عندك في ماينس 3 وهنا موجب 3. وابتدي احل السؤال. بعمل ايه؟ اول حاجه بنتخلص اي حاجه زائد او ناقص جنب الاكس بنتخلص منها. ازاي؟ بضيف عكس الشرط الرقم في كله. يعني هنا موجب 6 عايز اتخلص من 6 دي هضيف لها ماينس 6 هنا وماينس 6 هنا وماينس 6 هنا. هتلاقوا 6 ماينس 6 راحوا مع بعض فين عندي ايه؟ الاكس. ليه زائد او ريكوال؟ ماينس 3 ماينس 6 بالحسب هيديله ماينس 9. ليه زائد او ريكوال؟ 3 ماينس 6 ماينس 3. هل في حاجه جنب الاكس تاني؟ في عدد مضروب فيها؟ احنا بنتخلص باي حاجه اول حاجه من الزائد او ناقص. خلصنا منها، بتشوف لو في عدد مضروب في الاكس هنا بتخلص منه كيف؟ برافو عليك بنقسم عليه، بس الاكس هنا بقت حاله خلاص، يبقى السؤال عندي خلص. عندي هنا مجموعه الحل هنا باجي ارسمها على خط الاعداد. بكتب هنا ماينس 9 لماينس 3. اكس انت بتقول محصوره بين الرقمين دول. مجموعة الحل عندي طالما الاكس بين الرقمين دول فظل عند النيجاتيف 3 اللي هنا 9 والنيجاتيف 3 واوصل بينهم هي دي منطقة الحل بتاعتي للمتابعين. وبنتكلم على صورة فترة من نيجاتيف 9 للنيجاتيف 3 ده مجموعة حل. ودلوقتي ده كان آخر جزء عندنا اللي هو حل المتباينات باستخدام القيمة المطلقة. والى لقاء اخر ان شاء الله مع مراجعات بدايه الترم الثاني، وبالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.